الأصدقاء السلام عليكم. دونك نعاود الأصدقاء السلام عليكم. راني شنو داير هذا الماسك، هذا الماسك معناه ما درتوش على قبل كورونا، فهمتي؟ درتو حيت غادي نقزر، غادي نذبح، غادي نذبح واحد مولاتي، فهمتي؟ غادي نذبحها وباش داك التشارج ديال هذاك الدم ديالها ما يطيرش عليا، فهمتيو؟ يا مولاتي قدا راه كاتوزن. المهم وقبل ما نوريها لكم غنوريكم هذا خبز الدار. شوفوا خبز الدار، شفتوا خبز الدار؟ هاو. ودروك نوقف باش ندوز الجهة أخرى. قلت لكم هذا خبز الدار، ودابا غنوريكم داك اللي غادي نذبح، اللي غادي نذبح أهي. شفتوها؟ راه ياك راه كتوزن 11 كيلو، فهمتي؟ بحساب 5 دراهم للكيلو، هي ما يساوي 55 درهم. ولكن حداها واش كاين حداها؟ شتيو النوع ديال البطيخ اللي عندنا في المغرب؟ ما نظنش انا واش في الجزائر يكون عندهم في وقت واحد هاد الانواع كلهم. هادي شتيو، هادي كتسمى الكونطالوب، فهمتي؟ هادي الكونطالوب كوادالوبي. هي الكونطالوب، شتوها كي دايره؟ هذا عرفتي عندها واحد الريحه مجهده، كتطلق واحد الريحه مجهده. هذا اللي كتعرفوا البطيخ الاصفر، فهمتي؟ هذا راه البطيخ الاصفر، واو توا ما به شاي وبخير وعلى خير. هذه اللي كتشوفوا معروفه، هذه البطيخ ديال المغرب في اي بلاصه مشيتي. سمحوا لك الصداع ديال ديك الماكينه، راه كانت ماكينه الصابون خدامه. هذا كنسميوها سويهله، سويهله هي هذه، سويهله ديال المغرب، فهمتيو؟ هي هذه سويهله ديال المغرب، هي هذه. وكتعرفوا ملي كتاكلها الماء كيخرج لك من فمك والحلاوه ما تذكروش عليها، فهمتي؟ السويهله ديما كتكون حلوه. وهذه حاجه اخرى، هذه ماركه هنا خاصه بالمغرب، هذه الماركه كتسمى اناناس، حيتاش هي سان كروازمون. هذه راه سان كروازمون ديال البطيخ الاصفر، شتي؟ هذا اللي هذاك الصفر اللي كنوريكم، وسويهله عطات هذه النتيجه، فوالا. وفيها واحد المذاق، هي محلوهش بزاف ولكن على انغو داناناس، فهمتي؟ الو دابا وريتكم انواع ديال البطيخ والدلع اللي عندنا في المغرب. هذا الدلع ديال دابا، فهمتي؟ وكاين واحد الدلع اخر كيكون كله كحل، كتسمى بيجو، فهمتي؟ باقي ما خرج، فوالا. الوغ حنا معروفين المغرب، فرنسا كلها راه تبارك الله معروفه بالدلع ديال زاكورا. با اللي عطا الله هو هذاك زاكورا. نورمالمون ما خصوش يديروا الدلع ولا بطيخ حيت الماء قليل، خصهم الا جينا ندخل في هذا الموضوع ديال الهضره راه بحال سي كوم سي اون اكسبورت، ان اكسبورتيو الماء، وحنا محتاجين بالماء. الاصدقاء ملي غادي نذبح هاد البهيمه، هاد الحيوان الكبير، وغادي نكمل نوريه لكم. علي اتوتالور الاصدقاء. وقت الذبيحه هاي الحقات، ودابا حنا وزهرنا راه نقولها لكم، اول نوبه هاد العام غادي ندوق الدلع. البطيخ كلتو شحال من نوبه، ولكن الدلع اول نوبه، وقولوا تكون حمراء وزينه بحالها بحال شي مطيشه في الحموريه، وفي الحلاوه تكون بحال داك العسل الحر ديال الجزائر. بسم الله. ها انتوما، ها انتوما تبارك الله، ها الخير. عطيه ديرها بلا ما ندوقها، انا عارفها حلوه. هادي انت شوف، عندك صبر صبر صبر. ثمنت نرحار نكون نشين امازيغن اريفين نقا ثمنت. لا هي العسل الاصدقاء.
فرحان اللي درت لكم هذا الفيديو على هذا الفواكه المغرب على قبل البترول المغرب. هو هذا البترول المغرب، منه فواكه، منه خضار، منه قطنية، منه كل شيء. هذا هو النص ديالنا حنا الحمد لله. هذا كاع الوقت هو كاع لك حال في العالم ناكلوه، اما النص الاخر راه ما كيتكالش. الى اللقاء.